سننتقل إلى العراق، حيث أطلق شباب مدينة هيت مبادرتهم الشبابية باسم شاقوفيان، متحدين تحت شعار الحياة تبدأ بخطوة، جمعية إنسانية تستهدف النهوض بواقع مدينة هيت الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي. لنتعرف أكثر عليهم تنضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من بغداد جازمن فلاح، المنسقة الإعلامية لماراثون هيت للسلام. صباح النور وأهلا وسهلا فيك. جاسمين صباح النور. صباح الورد، أسمعك. بداية، ماذا يعني شاقوفيان؟ نعم، عيد السؤال. بداية، ماذا يعني شاقوفيان؟ أخبرينا عن شاقوفيان الاسم، ماذا يعني؟ تمام، شاقوفيان هو اسم قديم لمدينة هيت في أحد الدويلات القديمة، كان اسمها شاقوفيان، فحبينا نستخدم هذا الاسم للدلالة على البعد التاريخي للمدينة. نعم، ومتى تأسست المبادرة وما هي أبرز أهدافها؟ المبادرة تأسست أول ما هيت يعني خلصت في سيطرة داعش، لأن تعرفين هي تقريبا صار لها سنة ونص تخلصت من سيطرة داعش، فأول ما صار عندنا تخلص من السيطرة كانت المدينة كلش تفتقر إلى المبادرات الشبابية، فكان تقريبا مبادرة شاقوفيان هي أول مبادرة هناك في المدينة. بعدها القدرة والشباب وبدعم من المنتدى الاجتماعي العراقي وعديد من المنظمات الأخرى إنه يوصلون إلى تحقيق منتدى ثقافي بالمنطقة، وحاليا هم عندهم مركز اسمه مركز شاقوفيان الثقافي. نعم جاسمين، شو أهمية إنشاء مبادرات من هذا النوع خاصة لجيل الشباب من بعد فترة حرب عسيرة على العراق؟ بالنسبة لخصوصية مدينة هيت، المدينة كانت لفترة طويلة تعاني من المشاكل اللي واجهت، يعني مشاكل وسيطرة داعش عليهم، فالمنطقة كانت عبارة من تسمع هيت تسمع حرب، تسمع دمار، تسمع سيطرة يعني ميليشيات معينة. حاولوا شباب الهيت الواعي المثقف ان هم يحاولون يعبرون عن نسخة اخرى من مدينتهم، يطلعون للعالم نسخة اخرى من هيت، هيت السلام، هيت المحبة، هيت بها شباب واعي ومثقف، ويردون يسوون فد نقطة ايجابية، يعني يحاولون يعكسون فصورة حلوة لمدينتهم. اهميتها للمدينة واهميتها للعراق بصورة عامة، اكيد احنا نعرف انه الشباب هم المستقبل، فاذا هم قدروا يسوون فد مركز ثقافي يحتوي ويشيع ثقافة اللا عنف والسلام، اكيد راح ينتج على مستقبل كلش مشرق للمدينة والعراق بصورة عامة. وما هي الفعاليات او النشاطات التي تقومون بها، ومن ضمنها ايضا منتدى السلام يلي كمان حدثينا عنه لو سمحتي؟ منتدى السلام في هيت هو يهدف بصورة مبدئية إلى استقطاب الشباب ومحاولة تدريبهم وإعطائهم ورش العمل، جمعهم في فضاء مسالم، فضاء لا عنف، فيه نشر مبادئ المحبة، مبادئ يعني كل المشاركة المسؤولية، يحاولون ينشرون مبادئ العنف والمدنية بصورة عامة. المنتدى يعني تقريبا صار من شهر السادس بدأ، هو منتدى هيت للسلام، حاليا هم بالسيزن الاول مالتهم، راح يكون اكو الماراثون، هو انطلق قبل ساعه تقريبا، وان شاء الله العصر من الساعه 3 راح يكون اكو مهرجان بالمدينه. نعم، الان تقومون بتنظيم ماراثون هيت للسلام للعام 2017، لماذا اخترتم الرياضه كرساله سلام وما هي تفاصيل هذا الماراثون؟ الرياضة كتجربة دولية كما تحدث في روما ويحدث بغداد وبأربيل وبيروت، هو من أهم وسائل لمناهضة العنف. احنا نعرف انه احنا اذا جمعنا الشباب وفرغنا طاقاتهم في شيء ايجابي مثل الرياضه، احنا راح ينتج لنا شباب واعي وشباب صحي. الماراثون هو حيكون 5 كيلومتر من نص المدينه، من مدينه الجمعيه لحد شارع الكورنيش، راح
كلش ارتقينا انه بوجود تجمع شبابي كبير من مختلف شباب المدينه ومختلف الفئات العمريه من يسوون فد فعاليه مشتركه راح يشوفون بالتعاون شلون راح يقدرون يخلقون هيت اجمل. هاي النقطه يعني من ادها انطلقنا حتى نسوي الماراثون. نعم يعني جاسمين فلاح المنسقه الاعلاميه لماراثون هيت للسلام، كنت معنا من بغداد، كل التوفيق لكم. تسلمي، شكرا جزيلا.